من ضمن الاسئله، انا رحت كونستريكس وعملت انترفيو، بعد كده جيت اعمل اسسمنت وجبت اوحش درجه على الكوكب، وكان اسوأ حاجه فيها هو الليسن اند ريبيت، ما عرفتش اعمل ولا واحده، خرجت محبط جدا. في اي نصيحه عشان اقدر اعدي منه؟ نصيحة انك تحسن من لغتك الانجليزيه، هذا هو النصح. ثانيا النصح الا نجلد نفسنا، ما نقعدش نقول ده اوحش درجه في الكون وانا مصيبه واسوأ حاجه واسوأ ما اعرفش ايه. مفيش حد بيتطور من مره واحده، احسن واجد وحاول انك تجتهد قدر الامكان، الدنيا تكون بالنسبه لك واضحه، ولكن تكون الدنيا افضل شيء علشان مره مع الثانيه ان شاء الله هيكون كويس. نصيحتي ما دام المشكله في الليسننج، في الاستماع، يا ترى في النطق ولا في الاستماع؟ لو في الاستماع انت ما بتعرفش تنطق اللي تسمع او سريع او كده، يبقى انت محتاج تحسن المهاره دي مع مهاره السبيكنج. وكويس الليسننج بيسمع في السبيكنج، والريدنج بيسمع في الرايتنج، في الرايتنج يعني الاستماع بيسمع في التحدث. كل ما تسمع اكتر كل ما تكون لسانك ايه ده بيقول زين، بتقعد تتكلم ولا بتقعد تكتب تقرا كتير، هتلاقي نفسك عندك حصيله لغويه فبتعرف تكتب كويس. فاسمع كتير، اسمع برامج اجنبيه، شغل السبتايتل بالانجليزي مش بالعربي، مع الوقت الغي السبتايتل وسرع الكلام، هتلاقي في اليوتيوب هتلاقي السرعه تزودها وتسرعها، ممكن تبطئها كلام النهارده، فتسمع بحيث انك تسمع بشكل سريع، مع الوقت المهاره دي تتحسن. مره ثانيه ما تجلدش لنفسك، وقول يا رب وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.